شيخنا الأخت أمة الله من مصر تقول في صلاة الفريضة متى يكون وقت الدعاء؟ هل يكون في السجود أو يكون في آخر الصلاة الوقت المناسب؟ الدعاء في صلاة الفريضة يكون في حال الركوع والسجود والجلوس، والجلوس نوعان: جلوس بين السجدتين، وجلوس في التشهد الأخير أو في التشهد الأول. فهذه هي مواضع الدعاء في صلاة الفريضة. تزيد صلاة النافلة في صلاة الليل أنه يدعو وهو قائم، سواء قبل الركوع في قنوته أو بعد الركوع، والله أعلم.